اسمع، الدولة دي عشان تصرف كويس عايزة 2 تريليون دولار في السنة. معاك المبلغ ده هتعمل استحقاق دستوري ازاي للتعليم؟ مش بتقولوا كده؟ طب احنا انت عايزين نضحك عليكم كلكم؟ دستوري للصحة وأنا معايا فلوس للكلام ده. أنا الدولة مش أنا عبد الفتاح، الدولة المصرية معاها أموال للمئة مليون تعمل لهم تعليم، 25 مليون بني آدم في التعليم الأساسي، عايزين أكتر من 400-500 مليار جنيه تعليم. تريليون 2 تريليون دولار توزعهم علينا؟ لا.